للاسف اللي كان انا كنت نحضر كنت نوجد لاخر كيما نقول لك اخر دقيقه كان نحاول الوزن تاعي لان ما كانش كي سجلوني كي يجوا يسجلوا يلقاو محمد فليسي ما يحبوش ينسكريو تقدر اللي كان الملاكمين ما لحقش عدد النصاب اللي باش نلاكم للاسف اللجنه الدوليه للالعاب المتوسط كانت ريزيلات لو بوا هذا ما كتبش الله تعالى لا قدر الله ما شاء فعل كيما يقول لك غيابي على الالعاب المتوسط غياب ميداليه كيما يقول لك نحاول ميداليه. الملاكم الجزائري راه تشرف الراي الجزائري اليوم 8 ملاكمين واربع ملاكمات في الدور النسائي ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله باش يكون مشاركه مشرفه ولحد الان راهي مشاركه مشرفه ان شاء الله نتمنى لهم باش يصعدوا ان شاء الله لمنصه التتويج هي ان شاء الله النهائي وان شاء الله يكون ميداليات الذهب ان شاء الله عدد اكثر ان شاء الله. الحمد لله لحد الان راه كيما نقول لك راهي الحاله في المستوى اليوم الجمهور راه يساند الرياضيين راه واقف مع الرياضيين نام الرياضي يخسر واقف معاه لان اليوم كاين روح رياضيه وكاين كيما نقول لك كاين روح رياضيه وكاين دم كيما نقول لك راهم يساندوا راهم يعاونوا في الرياضيين هذا شيء جميل بالنسبه للرياضيين وان شاء الله الرياضيين راهم واعيين وراه على بالهم واش يصنع فيهم ان شاء الله يسعوا في تشريف الرايه الجزائريه.